حياكم الله مية سلام وسهلا يا مرحبا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يسلم الشرف الرفيع من الغاب حتى يرى على جوانبه الدم. صعدكم الله. التجربة كانت مرة، لكن إن شاء الله بوجودكم بوجود تكاتف مرة بوجود. بس لابد أن نصير لابد أحسن. يعني هاي الموصل يعني قبل سقوط الموصل كانت محتضرة، يعني كان داعش أو حتى المسمى اللي قبل داعش كان مسيطر عليها سيطرة تامة. فلما صارت هاي الحالة الآن انتهى كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. الآن داعش أصبح شيء من الماضي، يعني مو مثل ما يتصور البعض قسم منهم من الرجل الإشاعات. وأنا دائما أتكلم بالتلفزيون أنه داعش وداعش وكذا وراح يرجع فيه منك. هذا أصبح من الماضي لأنه انكسر كسر مصر. يعني سجلت مثال تل أعفر، ما قاتلوا تل أعفر، يمكن قاتلوا بالموصل بالأيمن قاتلوا، بس تل أعفر ما قاتلوا ولا راح يقاتلوا بمكان آخر. والوعي اللي صار عند المواطن هذا كان كنا فاقدين نهاية قبل، يعني شافوا هالضي ماذا أكيد. يعني أكيد الحمد لله فضل من الله. ويقولون الوصول إلى النصر صعب لكنه ممكن تحسين. نعم بس يفوجئوا أنه هذا التلاحم اللي صار، يعني اليوم بنكون صريحين أبناء الجنوب سابقا قبل داعش يجوز كانوا يقولون خلي يصير تقسيم، خلي يصير متاخر. صح. الان لما اكو فلان عنده ابن استشهد، ذاك عنده جريح، وهذا عنده اخ، وهذا عنده زوجه وزوجه، الكل قاموا عرفوا معزه الموصل. يعني يقول لك انا قدم الدم على مدري شلون انا خليها تروح. بالضبط. انا بال 2013 قتلوا ابني. الان سيل كبير من المعلومات. هذا مكسبنا الجديد الحقيقي. زيارة الوفد الذي أرسله سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الموصل همه الأول هو الهم الاجتماعي، هو ملاحظة ومتابعة ما آلت عليه الأمور بعد تحرير الموصل وما هي الظروف التي يعيشها أبناء الموصل. صحيح كان مهما جدا تحرير الموصل، ولكن المهم أكثر ما بعد تحرير الموصل من إرجاع كرامة الإنسان، هذه الكرامة التي حاول شذاذ الآفاق إهانتها وامتهانها. هذا الذي نحاوله صراحة اليوم بزيارتنا للأسواق، زيارتنا لقيادات هذه المحافظة، واليوم مع سيد قائد شرطة الموصل نحاول أن نقف على أهم الهموم وأهم المواجع. وحقيقة ما يسر كثيرا هي الجهود المتضافرة والسهر المضني من قبل الكل والجميع من أجل تقديم شيء إيجابي لهذه المحافظة ولأبنائها. ونحن نحاول أن يعني نألو جهدا ما نستطيعه لتقديم شيء كما يوجهنا سماحة السيد مقتدى الصدر إن شاء الله. تشرفنا اليوم بزيارة الشيخ صلاح العبيدي وإخواننا السادة الأجلاء من التيار الصدري. هذه الزيارة التي لها مردودات قوية لأهل الموصل ولشرطة نينوى. اليوم أقول من هذا المكان أن داعش وما حاول أن يفعله لم ينجح في هذه المدينة. اليوم كلنا لحمة واحدة، شيعة سنة أكراد عرب، الكل عراقيون، الكل قاتلوا الإرهاب وقاتلوا داعش. هذا الأمر الذي حصل الآن هو ما كنا نصبو إليه وما كنا نريده، أن العراق اليوم واحد. سالت الدماء في مدينة الموصل من البصرة والعمارة والنجف وكربلاء وكل المحافظات تشكل وسام في صدور أهل الموصل. هذا الشيء الذي يجب أن يذكر لأجيال أجيالنا إن شاء الله. أشكركم جدا على هذه الزيارة وإن شاء الله تتكرر في المستقبل إن شاء الله. شوف كل القيادات الأمنية هم سلمونا، يعني هم مشغولين بتلعبهم.